أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي اليوم في هذه الحلقة هو الأكاديمي والكاتب السعودي الدكتور مرزوق بن تنباك. حياك الله دكتور مرزوق. حياك الله. دكتور، سنبدأ من حيث الحوار الذي أجرته معك جريدة الحياة السعودية في أبريل 2008، وكان العنوان العريض لهذه المقابلة أنك تقول إذا حضرت القبيلة تجاوزنا الخطوط الحمراء. أنت تحذر من انتشار عصبيات مؤخرا في المجتمع السعودي. صحيح. هل ترى أن هذه الظاهرة بدأت في الظهور، يعني في البروز في الآونة الأخيرة، أم أنها كان لها ذيولا؟ لا، هي الحقيقة العصبيات بشكل عام هي موجودة، الثنائيات في كل مجتمع موجودة، ما ليست جديدة. إنما بواعث هذه الثنائيات، سواء كانت العصبية القبلية أو العصبية الإقليمية، أي عصبية من نوع ما، إذا وجدت طريقها للظهور ظهرت. هي كانت موجودة، لكن كان اللي يطغى عليها هو المواطنة والانتماء للوطن. فحدث ما يبرز هذه العصبية. طيب، هل المشكلة أنه الانتماء للوطن قل، أم أن العناية بهذه العصبيات زادت؟ لأنك أنت تقول كانت موجودة، لكن كان الانتماء للوطن يغطي هذه العصبية. لا، هو بواعث العصبية زادت، وليس الوطن موجود والمواطن موجود والقبيلة موجودة والإقليم موجود والمدينة موجودة والأسرة موجودة، هذه كلها ثنائيات توجد في المجتمع. طيب، وش البواعث اللي عززت العصبية؟ عززتها طبعا أن تعرف فرص الحياة، إذا اختلفت فرص الحياة بين الناس بحثوا عما يحقق لهم هذه الفرص، إن كانت القبيلة، إن كانت الإقليم، إن كانت الأسرة، إن كانت، فينبعث حراك المجتمع هو هذا. يعني أنت ترى أنه فيه يعني سوء في توزيع الفرص بين عناصر المجتمع، وبالتالي ظهر عند البعض اهتمام بهذه العصبية؟ هو ما ليس سوء، وإنما حصول واقع فئات معينة على فرص أفضل من آخرين. وبالتالي أيضا وجدوا أن الإنسان لما يكون له عصبية معينة ستعطيه. من هي هذه الفئات التي حصلت على غالبا أنها أنت تتحدث عن المجتمع السعودي؟ نعم، بالتأكيد المجتمع السعودي ليس غير العصبيات التي نما فيها الحقيقة هذا الباعث، باعث القرابة، باعث المنفعة، باعث العصبية. أنا عرفت العصبيات في ذلك الوقت بأنها ما يجلب نفعا وليس مجرد الاجتماع، ففرقت بين الانتماء وبين العصبية. الانتماء أنت تنتمي، الانتماء أنت تنتمي، تنتمي لقبيلة، تنتمي لمدينة، تنتمي لإقليم، تنتمي لإسرة، هذا طبيعي في كل مجتمع مهما كانت. لكن الذي يجعل لهذه الانتماءات يعني معنى آخر هو ما تدره على من ينتمي إليها. إذا كانت تقدم له جانبا معنويا، أو تقدم له جانبا ماديا، أو تقدم تحقق وجوده، انتمى إليها. لذلك تقول أنت في تصريح لجريدة اليوم دكتور مرزوق بن تنباك في 26/5/2006 إن الواسطة التي يتحدث الناس عنها هي في الواقع المحسوبية والمحاباة بفرض مشاعر، وهي التكتل الفئوي الذي باتت ظواهره تقوى في مجتمعنا، وأصبح الحديث عنه يدور حول وضع مشاهد ظاهر ولم يعد هذا مشهد ظاهر ولم يعد هذا الوضع سرا على أحد، لأنه تناول أسس التكوين الاجتماعي. بالضبط، هذا صحيح، هذا اللي انت تقصده بالعصبية. نعم، يعني العصبية انه انا انفع اقاربي نعم، او عصبتي. نعم، دون الاخرين. وهذا ترى انه مقتصر في فئة دون الفئات الاخرى؟ والله شوف، هو حدث لسبب اول طبيعي، سبب بيروقراطي بحت، وهو انك انت كم تعرف عند بداية الدولة كان التعليم محصور في فئات صغيرة جدا من المجتمع، وكانت الدولة في ذلك الوقت محتاجة إلى أي شخص يمكن أن يقدم شيئا لوطنه، وكانت هذه البداية هي التي جذرت فيما بعد العصبية
النفعية أو النفوذ الذي نسميه نحن الآن، عدم تكافؤ الفرص في مسألة القيادات العليا، في مسألة الوظائف، وما يجر ذلك أيضا من جانب مادي. أنت تعرف نحن، وبالتأكيد الإنسان عندما يكون في موقع متميز سيكون هناك جانب آخر يتبع هذا الموقع، وهو الجانب المادي. أي. فإذا حصل هذا، بالتأكيد هناك فئتين أو فئتان صغيرتان في المجتمع في ذلك الوقت استطاعت أو استفادت من هذا الوضع الذي كان في بداية الأمر. عندما توسع التعليم وامتدت الدولة وأصبح التعليم يشمل كل الفئات، بقيت تلك الفئات محافظة على وجودها، وبالتالي همشت الآخرين وأبعدتهم عن مواقع القرار السياسي، وبالتالي أصبحوا هم الذين يدورون في حلقات التأثير، والبقية ابتعدوا، أبعدوا أو ابتعدوا. طيب، أنت تتحدث عن فئتين هما المستأثرتان بالسلطة إن صحة العبارة أو بالتعيينات، والآن أصبحت فئة واحدة. وش هي الفئة؟ فئة الوسط. الآن أصبحت فئة واحدة وليس تتحدث فئة. أنت عن قرى صغيرة في نجد أنها هي ليست قرى في نجد، هي أتحدث عن فئات وليست قرى. نجد وطننا وطن الجميع، لكن نتحدث عن فئات. يعني عندما تكون الفرص، خصوصا الفرص التنفيذية العليا، في فئة صغيرة جدا حتى من القرية اللي أنت دائما أخذت علي مسألة القرية. أنا لا أتحدث عن أنت تتحدث فيها، لا أنا قلت مرة واحدة إن هناك قرية فيها كذا، لكن بعدها حدث أن هناك زاوية أو دائرة قطرها 60 كيلو متر في يوم واحد عين منها 40 وزيرا في دائرة ضيقة في التعيينات الأخيرة. في التعيينات الأخيرة. وأنت ضد فكرة أن تكون التعيينات مقتصرة على منطقة واحدة؟ كلهم ضدها، ليس أنا، كلهم ضد هذا العمل. لأنك يعني إذا كنت لا تلون هذه القيادة العليا وتختار من كل كفاءات المجتمع، وهذه الذين يتولون إدارة المجتمع كله، يتولون إدارة التربية، التعليم، الصحة، القضاء، كل إنسان في هذا الوطن يحتاج إلى هذه الخدمات. طيب، في جريدة الوطن في 11/4/2009 الدكتور عبد الله ناصر الفوزان رد عليك ردا خلط فيه السخرية بالجدية، كان عنوانه الرد بالمدماك على الصديق مرزوق بن تنباك، وذكر أنه المدماك عمود خشبته ضخمة تستحق بها بعض أنواع البقول أو تسحق بها. أنا أشرح لي، أنا لأني أعرف تسحق بها بعض أنواع البقول والحبوب تشبه الشوم. وفي تفسير رد الدكتور يقول الصديق الدكتور مرزوق بينه وبيني ود كبير، لأننا نلتقي على أمور كثيرة، منها الفكري ومنها المزاجي ومنها المدينة والحي، وأحيانا ننهب فنمشي معا بلا غتر، وحين يحدث هذا يغثني بالدندرة. هو يتحدث عن أنك كنت دائما تشكو عدم تعيين أهل المدينة في مناصب قيادية، وينقل الدكتور في عن عكاظ أنها نشرت في 6/4/430 يعني تقريبا قبل 4 أيام من مقاله خبرا مصورا ملخصا أن أمير المدينة احتفى ب11 وزيرا كرمتهم ثانوية طيبة لكونهم من خريجيها، كلهم أحياء الآن وأغلبهم على رأس العمل، ونشرت لهم صورة يعني جماعية. يقول أيضا أخي مرزوق ضحك علي طيلة 20 عاما يخوفني من الأخطار التي تهدد الوحدة الوطنية بسبب عدم حصول منطقة المدينة على نصيبها من المناصب الإدارية. يا مفتري يا مرزوق، 11 وزيرا من مدرسة واحدة يمثلون الدفعة الأولى. على صحيح. أولا الأخ عبد الله، أنت تعرف هو لا يكتب مقال، هو يهندس المقال هندسة ويضع مطبات للذي يمر سريع مثل مرتك عليها الآن. يقع في المطب، هو أراد أن يضع 3 مطبات. المطب الأول الذي وضعه أن طيبة، مدرسة طيبة، أنا من طلاب طيبة وغير كثير، أنها كانت المدرسة الثانوية الوحيدة في 5 مناطق من المملكة، في المدينة وفي تبوك والجوف وحايل، والذين وضعوا 10 على مدى 60 عام من هذه المناطق جميعا. ثانيا، أنا لست إقليميا ولا قبليا في هذه الناحية، ولا مجرد هو أراد أن يضع هذا المطب ليوريك أن حتى مؤسسة الدولة اللي مثل الثانوية العامة، يعني أنت بتقول أنه هو يؤيدك بس يستخدمك عشان هو يريد أن يثير كعادته، فيقول لك هذه مدرسة أصبحت تتعصب لبعض أبنائها
لم تتعصب لمرزوق المتخرج منها أو لحمزة المزيني أو لعاصم حمدان أو لأحمد بوشناق، وهم كلهم يعني من أبناء هذه، لكن تعصبت على مبدأ الوظيفة، فالوظيفة إذا أصبحت عصبية، وما دام وزراء فإذا المدرسة تعصب لهم، إذا المؤسسات الدولة بدأت تتعصب. هذا المطب الثاني. الثالث أنه يريد أن يقول تفضل، هذا على مدى 60 سنة لم تحصل 5 مناطق إلا على 10 وزراء، بينما في يوم واحد تم تعيين 40 وزيرا من منطقة أخرى مقابلة. أظن كان هذا للمطبات اللي يضعها والوزراء عند أسماء. هذا تقديرك أسماء الوزراء اللي معينين؟ أي طبعا ممكن تستعمل. لا ما هي أسماء لنا بالأسماء، لنا أسماء معروفة. طيب هناك من يقول أنه مرزوق بن تنباك تحفظوا على أن قبيلة حرب التي ينتمي إليها لم يوزر منها أحد. لا شو، هل هذه الفكرة هذا الطرح صحيح؟ المسألة الشخصية، تشخيص الأمور هذه يقولها الذين يستفيدون من 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 هذه الشخصنة. أنا لست منهم. اللي ممكن يستفيدون؟ يس أصحاب الذي يعينون أقرباءهم وجماعتهم إخوانهم وعيال عمهم. إذا عين 5 إخوان و10 أبناء عم ومثلهم وكلاء لهم ومندوبين و يعني أنت لا تشكك في كفاءة هؤلاء؟ لا أبداً أبداً كالكفاءة. ترى أنهم أكفاء؟ نعم أكفاء وليس وكفاء. أكفاء أكفاء. نعم. إحنا مختلفين، إحنا مختلفين الحين على على المناطق. لا هم أكفاء، أشهد أنهم أكفاء. ولو سألت عنهم لا سكيتهم، لكن في الوطن عرضه وطوله وشماله وجنوبه وقبائله وحاضرته ما هم مثل هذه الكفاءة. فتنويع الكفاءة هو الذي يريده. وجود هذه النموذج الجيد في هذا التوحيد أن أراه في كل مؤسسة، أراه في كل موقع، وليس فئة واحدة في موقع واحد. هذا اللي أقصده. وهذا ما أشرت إليه في يعني المحاضرة اللي ألقيتها في خميسية حمد الجاسر في 25 أبريل 2008، عندما اعتبرت حذرت من عصبيات منظمة وطلبت بمواطنة حقيقية. تعتبر هذه عصبية؟ هذه العصبية المنظمة. نعم. طيب يعني في المقابل هل ترى أنه لو أتيحت الفرصة مثلا للفئات المهمشة بتقديرك ألن تمارس ذات الأدوار؟ ستمارس وأقوى أشد. لكن لماذا أتيح الفرصة لهؤلاء أن يمارسوا ما في نفوسهم، أو هؤلاء أن يمارسوا؟ المفروض أن يكون هناك ضابط. كل مجتمع في الدنيا إذا تركت لفئة واحدة أن تعمل ما تريد ستعمل لنفسها. هذا طبيعي، ليس لا لا لا, لا خلاف فيه، إنما أنت عندك ضوابط. لماذا الدولة تقوم لضبط هذا الحراك الاجتماعي، وبالتالي لوضع الأسس التي لا يكون فيها حيف لفئة على فئة أخرى، ولا تكون هناك الفرص لفئة وتحرم منها فئة أخرى. ألا ترى أن مجلس الشورى يعزز الفكرة اللي أنت تتحدث فيها، فيها توزيع مناطقي وقبلي ويعني يمثل كل المناطق في السعودية؟ والله يا سيدي، هي مسألة مجلس الشورى هذه أيضا من القضايا الجميلة جدا عندنا. لو ما حدث في مجلس الشورى يحدث في مجلس الوزراء، ويحدث في الوزارات، ويحدث في كل مكان. طبعا أنا ما أدعي لأن يجاب فلان وفلان، لكن يكون فيه إدراك. عندما يأتي الوزير مثلا يقال له يا أخي إذا أردت أن تزكي أحد فاتسع في نظرك، مد نظرك للشمال والجنوب والشيء. أما أن يأتي الوزير وهو رأس الجبل الثلجي والغاطس حوله كلهم من قريته أو من فئته أو من منطقته، وهذا يشكل ظاهرة إلى الحجب اللي تتحدث فيه. هل هناك وزارات استثناء مثلا من هذا الكلام، ولا كل الوزارات فيها؟ والله يمكن لا، هي فيه ما يظهر فيها بوضوح، وفيه ما يمكن يخلط. بعض الوزارات تخلط، بعض الوزارات يظهر وضوح. يعني في وزارات معينة أبدا الوزير ومن حوله لا يزكي ولا، أنا أقصد يا تركي. ولن تسمي هذه الوزارات دكتور مرزوق؟ يا أخي ما تحتاج تسميها، سميها ديوان الخدمة المدنية. لا قصدي أنت مثلا لن تسمي لنا هالوزارات اللي فيها؟ لا نسمي أحدا، لأن كل يعرفها، كل واحد يعرف نفسه الآن ويعرف من حوله ومن أقربائه ومن منطقته ومن أهله. وهناك أيضا يعني خذ لو تأخذ القيادات التنفيذية التي أنا ترى أعني بهذه الفرص، ليس أولئك الذين ينطبق عليهم نظام الخدمة المدنية. نظام الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية أشهد أنها عادلة، وأنها لا يدخل فيها هذا الجانب الذي نتحدث عنه. هذا الجانب يدخل من جهتين، الوزير لمن يرشحه للترقيات أي هي المراتب المخصصة اللي هي 13 و14 و15، قيادات الوزارة، القيادات التنفيذية في الوزارة،
ومن يصدر فيه أمر ملكي بتعيينه. هذه هي المشكلة التي نعاني منها وبدأت تظهر على الوضوح، وبدأ الناس أيضا يعني هي كانت سر أو كان الواحد يستحيل يتكلم فيها. وفعلا تقول أنها طويلة موجودة من زمن، هي موجودة. لا أنا كنت موجودة، الانتماءات موجودة، لم أقل أن العصبية موجودة. قلت الانتماءات موجودة، وكان للتركيز في فئات معينة سبب وهو التعليم. الآن السبب زال والأمر استمر والأمر استمر بل ضاق. يعني الآن أشعر أن خلال يمكن 30 سنة بدأت تنغلق الدوائر أكثر من اللازم، أكثر مما كان قبل. طيب نبي نواصل هالحديث بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده لمواصلة حوارنا في ذات والدكتور مرزوق بن تباك فوق معنا. حياكم الله في إضاءات مجدداً أيها الأخوة والأخوات، لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الدكتور مرزوق بن تنباك الكاتب والأكاديمي السعودي. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الموضوع الذي بات يحتل يعني نسبة كبيرة من أطروحاتك رغم أن لديك الكثير من أطروحات، وهو الحديث عن العصبيات المنظمة، عن عصبيات المصالح ما تصطلح على تسميته أحيانا. بس بدون مقاطعة لك، ترى الحقيقة ما يحتل مجرد احتلال ذهني. أنا ترى كل شخص ما يجتمع اثنان إلا ويتحدثان بما أقول لك الآن على الهواء، لكن مشكلة مجتمع. أنت أكثر الناس جرأة يعني؟ لا ما هو أكثر الناس جرأة. تعتقد أن الموضوع هذا خطير مثلا ولذلك الناس لا تتحدث فيه بالإعلام؟ لا ما هو تعودنا نحن في المجتمع السعودي إن ما نظهر كل شيء، نتحدث في مجالسنا الخاصة وفي جمعاتنا الخاصة، وإذا دخل واحد سكتنا لو أنه من طرف، فهذه عادتنا. الآن بدأ الناس يتحدثون، وما أقوله لك وأسألني وأنا مسؤول عما أقول، أنه لا يجتمع اثنان في المملكة العربية السعودية يهمهم الأمر العام إلا ويتحدثان بما أقول لك الآن، لكن لا يعلنونه. هذا الفارق. الفرق بينك وبأنه أنت أعلنته. أنا معلن ذلك من 30 سنة وأنا أكتب وأنشر وأتحدث وأحاضر وأتكلم مع من أظن أنه يفعل شيئا. فأنا هذه قضيتي أنا، ما هو. طيب خلنا ننتقل إلى قصة مقاربة لهذه القصة دكتور مرزوق. في المحاضرة اللي أشرنا إليها في خمسية الراحل الشيخ حامد الجاسر رحمه الله في نشرة الحياة مثلا تعليقا على في 25/4/2008 على محاضرتك، تقول أنه ظهرت شجرة العائلة وبيت العائلة وصندوق العائلة واستحكام، أصبح هناك استحكام عصبية المال أظهر ما آل إليه المجتمع حاليا، إذ انقسم إلى فئة تدير أرقاما خيالية وتمسك بزمام الأمور وأخرى تمثل مجتمعا كبيرا مساحة الحاجة والفقر فيه كبيرة. أي أنه أصبحت أكثر اتساعا. هل ترى دكتور أنه يعني أن هذه الظواهر، ظاهرة شجرة العائلة، ظاهرة صندوق العائلة، بيت العائلة، ظواهر سلبية؟ لأنك تقول أن هذا الأمر أدى إلى ظهور إلى ظواهر اجتماعية كاختفاء قيم الكسب والاعتماد على النفس والكفاءة لتحل محل المحسوبية والاتكالية واستغلال الفرص وظهور طرق سريعة للكسب. ألا ترى أن هذه الظواهر من جنس التكافل الاجتماعي؟ ممتاز. هذه الظواهر أنا أتحدث في هذا الحديث عن المكاسب. أن تعرف أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يعني الإنسان لما يكون عنده ثروة كثيرة بالتأكيد سيبحث شيء. آسف أن الآية يمكن قد لا تنطبق على حديثي، أنا أسحب الآية. إنما هو طغيان، إنما هي قيمة. المال يدفع الإنسان القيمة ويبحث. المال تركز في فئة صغيرة اللي هي جماعة القيادات التنفيذية التي استطاعت أن تصل إلى المال العام عن طريق الوظيفة، حتى ولو كانوا نزيهين، لكن من طبيعة هذه الأشياء أن يكون أول من يستفيد من هذا المال الذي سيكون المسؤول الأول يصرفه في مشاريع الدولة. بس دكتور لحظة، لا تقطع، خلنا بس أكمل. طيب. عندما يصرف هذا المال فبالتالي أول من يستفيد من هذه الفرص من حوله، وأول من يعرف طرق
هذا العمل من حوله. صحيح قد يكون نزيها، وانا لا اتهم احدا بسوء استعمال المال العام، بس هذا تناقض. شلون يصير نزيه ويمضي المال في من حوله؟ لكن يعرف من حوله طرق الوصول الى ان مثلا المشاريع المقاولات، وهذا معروف يعني، هذا شايع. هذه الأسر أو هذا الذين أشرت إليهم تكون عندهم مال كبير وثروة هائلة، وبالتالي وجدوا أنه من هذا المال أو زكاة هذا المال يجب أن ينفعوا الآخرين اللي هم أقربائهم، فبدل أن يفرق هذا المال في كل الوطن وعلى المحتاج، أسس ما يسمي صندوق العائلة، وهذا حصرا للفائدة، وهو قد تكون زكاة، والزكاة للعامة وليس للأقرب. لا، بس القاعدة الشرعية تقول أن الأقربون أولى بالمعروف. هذا المعروف غير الزكاة، الزكاة حق الفقراء. صحيح، إذا في فقير من مالي فقير أقرب لي ما أعطي، أروح للفقير البعيد وأخلي الفقير القريب اللي في عائلتي. اسمح لي الزكاة حق الفقراء أيا كانوا. إذا كانوا من أقربائك فتعطيهم حقهم. أليس أولى؟ ليس أولى بالزكاة أبدا. الفقير أولى بالزكاة من غير الزكاة. ليس أولى بالزكاة من الآخرين، من الفقراء الآخرين. وعندئذ إذا كان مالا تكسبه من جهد وليس مالا فيه شبهة. الحين رجعت قبل شوي تقول أنت أنه مزيهي، يعني صار الحين في شبهة. مالا في الحاصل عليه بفرص غير مهيئة للآخرين. فهؤلاء هذه ناحية. الناحية الثانية بيت العائلة أيضا هذه مشكلة. إن القرية الواحدة يترك، وأنت تعرف قراكم وقرانا، فيها 50 بيت من 5 أسر أو كذا، يأتي هذا ويبني بيت العائلة وحده لأن الثري، ويلحق ضيما على الذين من الأسر الأخرى التي ليس لها هذا الثراء، أو تسوي مثله. فبدأ عندنا حتى في القرية الصغيرة الواحدة بدأ يتسابق الناس. وين الضيم دكتور مرزوق؟ إذا أنا بنيت مثلا بيت لعائلتي، طيب، وأنت ما تقدر تبني، يصير ضيما لك أني أنا أبني بيت بالتأكيد العائلة. بالتأكيد يحصل تفريق. تعال بقول لك بعد أجل لا أبني بيتي لعيالي إذا أنت ما تقدر تبني بيتك لعيالك. أقول لك قصة. تفضل. أنا مررت على في شارع من الشوارع، وجدت أحد زملائنا يقرأ، موقف سيارته ويقرأ في على نور السيارة في الليل. فذهبت إليه وناديته، أحس من السيارة متعطلة، وليش أنت تقرأ؟ قال لا أنا بس أنتظر زوجتي. قلت ليش ما تدخل؟ قال لا، هذا اجتماع العائلة وأنا ما لست منهم. فأنا أنتظرها أقرأ. تصور هذا الصورة اللي تجعل كل عائلة في القرية الواحدة لا يصل أو لا الرحيم اللي زوجته منهم ما يدخل معهم. هذه هي العصبية، هذه هي السيئة في الجانب الإيجابي اللي هو هذا اللي أنت تقول. هذا جانب إيجابي صحيح من الجانب، لكن جانب سلبي بمردود الرد الفعل للآخرين. إذا كنت ثري وعندك هذه الثروة وهذا المال ووضعت بيتا للعائلة يجتمعون فيه، أما ترى أنه من الغبن على الآخرين الذين لا يجدون ثريا يبني لهم بيت عندما يرونك أو يرون سرتك كل يوم يجتمعون بهذا البيت والآخرين لا يجدون بيتا يجتمعون فيه؟ يعني هذه ناحية، هذا الجانب الإنساني فيها وليس فقط الجانب المادي. شجرة العائلة الآن يا تركي، بدل أن نقول القبيلة يجب أن يعني تتفتت، ويجب أن تكون مواطنين، ويجب أن تبتعد عن وجدنا الأسر المتحضرة في نجد يجتمعون ويسمون نفسهم قبيلة جديدة، وهم كانوا أسر متحضرة، طبعا هم قبائل لا شك بذلك، ولكن يجتمعون وعشرين أسرة 30 أسرة 40 أسرة. عندي أعلنوها في الرياض أسر 50 أسرة جمعوها من جميع مناطق المملكة وقالوا نحن بنو فلان وسموها قبيلة. إذا أنت عندك ردة الآن، بدل أنك هذا تعتبر أنه جانب سلبي؟ طبعا بالتأكيد سلبي. ليش؟ لأن وين المواطنة؟ إذا طيب كنت أنا برجع هل القبيلة تنقض المواطنة بالضرورة؟ لا، القبيلة تكوين اجتماعي معين، لكن عندما أرى أن القبيلة الآن تعود إلى التكتل، سواء كانت القبيلة المتحضرة اللي احنا نتحدث عنهم أو القبائل التي لا زالت تنتمي انتماء قبليا، المفروض أن يكون عندي هنا ما هو أعلى أن تنتمي إليه وهو الوطن. بس ترى أنه انتماءين متضادين. هذا ليس انتماء، هذا أنا ثنائيات. أن تكون عندك ثنائية لكن عندك ما هو أعلى منها. أنا ما يجمعني بالناس الآخرين في المملكة العربية السعودية، يجمعني المواطنة في الحقوق، في الواجبات، في الاتصال. لكن إذا كان كل فئة تريد أن تعود إلى أصلها أو إلى قريتها أو إلى قبيلتها وتقول والله إحنا بنو فلان ونحن جينا من كذا، يا أخي أكثر من هذا، رجال الدين والعلماء بدأوا يتحدثون عن هذه الأنساب ويعودون إليها،
وهذا أمر ليس حسنا. طيب قبل قليل تتحدث عن القبيلة وتقول حنا نطالب بتفتيت القبيلة وجونا الحضر في النهاية وعادوا إلى القبيلة. إلى القبيلة. لماذا ترى أن هذه الظاهرة عادت في الوقت اللي لو يعني قبل عقدين من الزمان لم تكن هذه الظاهرة بذات الحضور؟ إذا رأيت العصبية ابحث عن الدولة. فأنا أعتقد أن هؤلاء وجدوا أن هذا التعصب سواء كان للقبيلة أو للأسرة وكذا أنه ملجأ يلجأون إليه إما للنفع أو للاعتزاز والافتخار. وش علاقة الدولة في هذا الموضوع؟ لأن الدولة أصبح التعصب ظاهرة والدولة لم تقف موقف الحازم في هذه الظاهرة. ترى أن الدولة لم تقم بالواجب الكافي فيما يتعلق بالتعصب القبلي؟ أرى ذلك. نعم. وليس التعصب القبلي، التعصب المصلحي، عصبة المنافع. يعني الدولة الآن نحتاج إلى صورة واضحة، استراتيجية واضحة لتكريس المواطنة والوطن بدل العصبية القبلية أو العصبية النفعية. طيب في ذات الحديث بما أنك تحدثت عن الوطنية، في ألقيت محاضرة دكتور مرزوق بن تنباك في جامعة الملك سعود في إبريل 2003، قلت أن مفهوم الوطنية تحقق في الغرب ولم يتحقق في العالم الثالث. تقول إن الهوية من الممكن أن تستغل لتكون مجالا للغبن بحيث تتوافر لجماعة أو قلة القدرة على أخذ الكثير من الحقوق، نفس الفكرة اللي تكررها فيه، على حساب الآخرين، إن ذلك يجعل الهوية مجالا للتمييز ويحدث الانتكاس والارتداد في الهوية الوطنية وتتنازع تكوينات المجتمع وتنحرف عن واجبها الوطني. كل ما مضى عالجته كل المجتمعات الغربية عن طريق سن الأنظمة والقوانين، فاختفى التمييز وازدادت الشفافية، بينما في العالم الثالث يحدث التخلف والانقسام وما يحدث في العراق والسودان وأفغانستان. خير مثال على ذلك. صحيح. 2003 كنت أقل جرأة تستخدم أفغانستان يعني عشان تعبر عن الفكرة في السعودية. نعم صحيح. والحين تقولها؟ تقولها صراحة. لا بدنا نقولها صراحة. أنا يهمني السعودية ما يهمني أفغانستان وباكستان. أنا يهمني السعودية بالدرجة الأولى. ويهمني الوطن. ما هي القوانين التي القوانين ترى أنها يجب أن تسن لتعزز هذه الفكرة؟ كل دولة في العالم حتى في أمريكا وبريطانيا وفي كل مكان فيه ثنائيات، فيه عصبيات، فيه ولاء للقرية، فيه ولاء للجنس، فيه ولاء للون، فيه ولاء للغة، فيه ولاءات. ما يعزز ذلك هي القوانين الصارمة التي تراعي مصالح الجميع، وبالتالي لا تترك فئة من الناس مثلا إذا استطاعت أن تفعل شيء تأخذ ما للآخر. مثل إيش يعني القوانين تحديدا؟ يعني مثل نظام المساواة مثلا في الفرص الوظيفية، المساواة مثلا في الامتيازات اللي تعطى للجميع، المساواة مثلا في هذه تحتاج إلى سن قوانين؟ بالتأكيد بالتأكيد. أنا لما تقدم لي مجموعة لمناقصة ثم أجدهم كلهم من قرية واحدة أو من منطقة واحدة، ما أستطيع أن أقول وأين الشركات الأخرى وأين الآخرين. أنا لما يتقدم لي 20 اسم ترشيح لمناصب عليا في الدولة، ما أستطيع أقول أين الآخرين، من أي مكان هؤلاء، ما منطقتهم، ما تأهيلهم، ما تعليمهم، ما قدراتهم. سيأتون بكل القدرة موجودة والتأهيل موجودة، لكن أسأل أليس في المناطق الأخرى والفئات الأخرى والمجتمعات الأخرى مثل هذه الكفاءة؟ بس ألا ترى أنه في السعودية على سبيل المثال هناك يعني تجارة مفتوحة للجميع وكل الفئات، لم يقف أحد ضد أي فئة أي شخص من الوقوف لا يقفون، لكن المسألة تهيئة الفرصة الوقوف أنا معك لا يعني يقف. التجارة الوحيدة لازم تصير عن طريق المناقصات. في تجار بنوا حياتهم على أعمال تجارية. هذا قليل، لكن الفرص تأتي. إحنا في الدولة في المملكة العربية السعودية تعرف أن كثيرا من المال الذي يذهب إلى أيدي التجار يأتي عن طريق الدولة. إحنا ليس عندنا إنتاج، إحنا نأخذ مال ونبني به مشاريع، وهذه المشاريع يقوم بها في مجموعات ويتاجر بها مجموعات، وبالتالي تكون هذه الدائرة. يعني الآن هو نفس المال ذهب مع حيث تذهب الإدارة، حيث يذهب التنفيذيون تجد المال. ولهذا فعلا أنت لو ذهبت إلى أصحاب الثروات الكبيرة تجد أيضا أنهم من نفس المنطقة التي كان منها التنفيذيون، وهذه هذا إشكالية. يعني لو تأخذ المال يعني مؤشر تجد أيضا أنه يتبع المواقع التجارية في الدولة، وهذه أيضا تركزت الثروة في أماكن محددة يعني. وهذا أيضا من الأشياء التي بدأت
تفعل فعلها عندما بدأت البطالة. أول كان الوظيفة موجودة لكل شخص، عندما شحت هذه الوظائف ظهرت الحاجة إلى هذا النوع من المحسوبيات والوسطات. أيضا عندك الآن ثرى هائل في فئة صغيرة جدا محدودة. بس البطالة تشمل كل فئات المجتمع، ما في تحديد. أشك أنها تشمل كل فئات المجتمع. يعني في فئات غير لا يوجد فيها بطالة في تقديرك؟ يعني فيها أشك، البطالة موجودة أكثر في القطاعات المهمشة. طيب يعني أنت تدري كم عندنا عاطل عن العمل؟ كم؟ كم؟ كنسبة مثلا؟ لا نسبة يمكن يزيد عن 20 عاطلين عن العمل. هذه التقديرات المتشائمة. نعم، وأنا خلني أمثل التشاؤم. متشائم جدا بالحكي اللي سمعناه، متشائم جدا دكتور. تعال تعال للفقر اللي ما هو تحت خط الفقر. تظن أن كم الذين تحت خط الفقر من السعوديين؟ كم؟ كم؟ أنا أسألك، جايبك عشان تعلمني. أعلمك أنا ويعلمنا وزير العمل. لا، وزير الشؤون الاجتماعية. الشؤون الاجتماعية عند 3 ملايين فرد يأخذون إعانات، بمعنى آخر ينطبق عليهم شرط الإعانة وهو ما دون خط الفقر. من السعوديين؟ من السعوديين. هم لا، السعوديين. السعوديين. طيب هؤلاء الذين ينطبق عليهم هذا الشرط هم تحت خط الفقر، لكن هؤلاء يعولون 1 مليون آخر أو أكثر من أبنائهم الذين لا ينطبق عليهم هذا الشرط وهم لا يجدون وظيفة. يعني تريد أن تتحدث عن 4 مليون 20-30% يعني؟ أي نعم، 30%. هذول تحت خط الفقر، بينما يعني فئات معينة لا يعرفون كم يملكون في البنوك بس، لأن مع الثروة أيضا عندنا مشكلة في الثروة. أنها ليس الثروة مستغلة، أما يحصل على الثروات يضعها في بنك وفي أسهم. خلينا أستغل هالفرصة لفاصل وأرجع أحكي بالقصة. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات والدكتور مرزوق بن تنباك الأكاديمي والكاتب السعودي، ابقى معنا. حياكم الله في إضاءات مجددا، لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الدكتور مرزوق بن تنباك الأكاديمي والكاتب السعودي. دكتور، ننتقل إلى قضايا أخرى بعد إذنك. والله إن نكون في القضية ذي أحسن. واضح أن يعني تستأثر باهتمامك كثيرا. طيب هذه القضية. تفضل. سننتقل إلى قضية أخرى، وهي حديثك قبل فترة عن إغلاق المحلات التجارية للصلاة في السعودية. أنت تتحدث عن أن هذه بدعة، أطلقت عليها أنها بدعة لم تكن موجودة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في القرون المفضلة ولا في أي قرن. متى بدأت هذه الظاهرة؟ بدأت الحقيقة مع بداية المملكة العربية السعودية، وبدأت بسبب الحقيقة حكيم، وهو أن الملك عبد العزيز عندما دخل ضم الحجاز إليه كانوا الجيش الذي كان في ذلك الوقت، طبعا تعرف جيش محافظ وبادئ وكذا، فرأوا في الحجاز أشياء كثيرة قد لا توافق يعني ما يرون أو ما يريدون. الملك عبد العزيز لحكمته قال خرجوا اتركوا، حنا سنضع أئمة ونضع وعاظ ونضع ناس ونطهر اللي أنتم بس أنتم طلعوا اتركوا الحجاز. طلعوا فجاب الهيئة وقال يا جماعة احنا ترانا جبنا الهيئة، والهيئة راح هيئة الأمر المعروف وكذا وكذا. فهذا بدت معها صلوا وكذا. وأنا أذكر أن في المدينة ما كانوا يقفلون، كانوا يمشون في الشوارع يقول صلوا صلوا بس. أنت في جريدة الحياة في حوارك معهم في 12/4/2009 تقول في فترة صباي في المدينة المنورة أتذكر أنه كان هناك من يأمر بالصلاة لكنه لم يكن هناك إجبار على إغلاق الدكاكين أبدا. فترة صباك من كم سنة يا دكتور؟ والله ما أنا معلمك الحين.
طيب يعني معناته انه لم يكن مطبقا؟ لا كان انا متاكد ان فتره سباك بعد دخول الملك عبد العزيز بشوي يعني بين يعني مو واجد بس انه بشوي ايام قليله. طيب هو شوف الذي كان في ذلك الوقت على الاقل هو الامر بها صلوا لكن لا والله ما سمعت في المدينه احد يؤخذ للشرطه او يؤخذ لمركز الهيئه لأنه لم يغلق دكانه وإنما الناس يمرون ويصلون وهؤلاء ينادون صلوا، وهذا الشيء طبيعي حقيقة، شيء طبيعي، صلوا وينتهي إلى المسجد أو إلى الحرم. إذا كان المدينة مختلفة ما أدري يعني في المناطق الأخرى. لكن طيب هذا إشارتك إلى إلى أنه مثلا أن تقول أنه الدولة الأموية والعباسية والعثمانية وكل تلك القرون لم تغلق وهم أبداً أحرص على الدين منها. بالتأكيد لم يحدث، والأخوان ما أظن أحد يخالفني على أنها لم تكن موجودة. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول خرج وهو يصلي الجمعة؟ خرج بس أنت استثنيت يعني ما أشبه ما يسمى بثورة الحنابلة في بغداد وقلت أنه كانوا يطلبون من الناس أن يخرجوا الصلاة لكنه لم يجبروهم بحسب ما اطلعت عليه. هذا في بغداد في مرحلة قصيرة جدا كانت الحقيقة، هذه الثورة ليست على الصلاة إنما كانت غضبا من واقع فهم خرجوا، بس كانت يعني فيها إنكار وعلى المعازف صحيح، بس إنها كانت غضبا وليس، وهذه خارج عن تنظيم الدولة ليس داخل، إحنا نتكلم الآن عن تنظيم دولي أو عن دولة ترعى هذا النوع. ذلك كان من الناس من المتطوعين. فالقضية هنا أنا يعني ماني ضد ان الناس ينادى بالصلاه لهم، الاذان اعلم من ذلك ينادي وممكن وان يحث الناس على الصلاه، ويمكن حث الناس على الصلاه لكن ليس عقوبه، يعاقب الانسان لانه لم يذهب للمسجد، طبعا يعاقب اذا ما صلى لكن هو مجرد انه لم يذهب الى المسجد. طيب كيف توجه الحديث النبوي لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام؟ يا اخي هم ولم يفعل النبي، اذا صح هذا الحديث فهو هم ولم يفعل. هو صحيح إذا صح، أنا قلت إذا صح، أنا ما عندي، أنا لست من أهل الحديث، فإذا صح هذا الحديث فهو هم ولم يفعل ولم يحدث أنه فعل، وصحابته أفضل مني ومنكم ومن كل الذين يعيشون اليوم معنا إن شاء الله. خرجوا وجاء القرآن، انظر ماذا يقول، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، انظر إلى العقاب الذي جاء، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لو يمشي هذا يقول يا أخواني صلوا ترى الصلاة خير من التجارة كما قال القرآن، لا ما عندنا مشكلة. ثم القضية لو كانت مسألة على قرية صغيرة أو على مجموعة، أنت الآن في الرياض 6 مليون شخص، تغلق الرياض كاملة 5 مرات في اليوم، في 6 ملايين إنسان يعيشون في هذه المدينة، وتعاقب وتسجن ويعني ما لا تصير هذه بعد عصبية؟ والله الطرف هذه هي العصبيه مذهبيه، عصبيه دينيه مذهبيه. طيب انت تتحدث ايضا في جريده الرياض في 2 مايو 2008 غطوا محاضره لك في النادي الادبي بالمدينه المنوره، تحدثت فيها عن فشل القوميه وقلت ان فشل القوميه ادى الى ظهور المحافظين بمصطلحات كثيره من ضمنها مصطلح الادب الإسلامي الذي تعتبر أنه بدعة أيضا لم يكن لها سابق ولا مثيل. طبعا بدعة كبيرة دي. وعلى فكرة سيصدر لي كتاب مع أحد دعاة الأدب الإسلامي الدكتور وليد قصاب عن موقفي هذا. أنت يعني حوارات ولا كتاب حوارات لقرن جديد الذي تصدره دار المعرفة. فأنا رأيي في هذا أن الأدب تصنيف، أنا ضد التصنيف بأي شيء سواء تصنيف أدب وغيره، لكن أن يصنف الأدب بأنه إسلامي وغير إسلامي، أنا أرى أن هذه من الأشياء التي لم تتم إلا في عصرنا هذا. هذا رأيي. وترى أنه هذا سبب أسباب أيديولوجية، أنه عند ظهور المتدينين مثلا بعد فشل القومية أرادوا أن يختصوا بنوع من أنواع الأدب. هو الحقيقة الإخوان اللي نادوا برابطة الأدب الإسلامي وبالأدب الإسلامي يعني حسنوا النية، النية حسنة لا شك بذلك، وأنا معهم، أنا يعني عاطفة معهم، لكن هذا سيضر حتى بالهدف الذي يهدفون إليه وهو الأدب سيضر به، وبالتالي هذا ما حدث بعد ربع قرن من الزمان، أصبح الأدب الإسلامي مجرد تنظير، لم يعد هناك إبداع لا في الشعر ولا في الرواية، ولا مر ربع قرن
وسمعت أحد مبدع في شعر أو رواية من الأخوان الملتزمين بالأدب الإسلامي. هذا موجود من؟ موجود. اذكر لي واحد. أنا لا أعرف أحد. ما في ولا واحد تعرف؟ أنا لا، أنا قلت لك مبدع، يعني أعرف واجد، أعرف كثر، لكنهم في حدود النظم وفي حدود الوعظ والإرشاد والأشياء التي لا تنفع. وبالتالي هي تحجب. الوعظ والإرشاد لا ينفع، أقصد في الشعر. أيه. الوعظ والإرشاد في الشعر. أنه لما يجيب لك قصيدة نسميها إحنا نظم، نظم العلماء معروف. أنا عاد هذه لا تدخل علي، أنا في هذا تخصص. طيب يعني. أنا ما كل شيء ما أدخل عليك، أنا بس ما برأيك. لذلك أنت تقول أن تصنيف الأدب كأدب إسلامي هو وسيلة لاستدرار العواطف. أي بالتأكيد. ويخالف ما عليه الأمة منذ بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عهد الأدب الإسلامي ورابطته. صحيح صحيح. طيب ما الهدف من استدرار العواطف؟ لماذا يريدون أن يصير خلق جماهيرية وشعبية؟ لا، ما خلق جماهيرية هو، لما الحقيقة لا نحن في العالم الإسلامي، وهذا ما هو بأترى المملكة الحين أعممها، في العالم الإسلامي نعيش هزايم من 60 سنة، هزايم متتالية وانحراف يعني يؤلم القلب الحقيقة. فهم يبحثون عن مخارج، بحثوا عنها في القومية العربية وفشلت وانهزمت وما تعرفه ويعرفه الناس، بحثوا عنها في الاتجاه الديني، ومع الأسف الشديد أيضا وصلنا إلى هذه. يبحثون عن مخارج. وصلنا إلى إيش؟ وصلنا إلى ما ترى، يعني تعتبر الإرهاب نهاية لل... بالتأكيد بالتأكيد. واعتبر طيب. الإرهاب هذا هو، يعني أنت عندما تأخذ القضية عن بحث عن مخرج وفي الطواري تبحث تضرب الباب هذا تسمع يعني الإنذار ولا تدري أين تخرج، هذا اللي حصل. العالم كله العربي والإسلامي وصل إلى هذه المرحلة أن يبحث عن مخرج من الوضع الذي وصله إلى الحضيض اقتصاديا وسياسيا وما إلى ذلك. فبحثوا في القومية العربية ووجدوها أو فشلت في إنذارها. طيب. ولجأوا إلى الأدب الإسلامي، إلى الصحوة والتيار الديني. التيار الديني، وكان المفروض لو رشد لها نجحوا، لكن هم خرجوا عن ما هو مرشد. طيب خلنا ننتقل دكتور مرزوق إلى نقطة ثانية. في كتابك الفصحى ونظرية الفكر العامي تقول في صفحة 113 في هذا الكتاب: لا بأس بالعامية في سبلها الضيقة بين الناس مع أهليهم وأصاحبهم وفي أسواقهم وأنديتهم، ولا ضرر منها لأنها ليست فكرا ولا هوى ولا موضع تقدير وإعجاب لديهم. إذن أن تتحدث عن عامية ما تخوف. طيب. لا تقلق. ولك موقف سلبي جدا من الشعر العامي أو الشعر النبطي. أفت ليس لي موقف من هذا، بالعكس. ما أنت بضد الشعر؟ تمنى أشدك شعر شعبي ونبطي. والله يليت خذ، أنا أحفظ من الشعر النبطي والشعبي أكثر مما يحفظون. لا تقف ضده. لا ولا أقف ولا يمكن. أنت هذا الكتاب، أول هذا الكتاب ترى مضى عليه ربع قرن، يعني ربع قرن بالكامل، له الآن 26 سنة. أي بس ما غيرت أفكارك. لا ما غيرت أفكاري، ما غيرتها لسبب، لأن لا جاء تغيرت أفكاري، لأن في ذلك الوقت كنت أتحدث عن عامية وفصحى، الآن أتحدث عن إنجليزية وعربية. الآن ما عاد عندك الوضع أخطر. العربية راحت، الفصحى والعامية كلها انتهت، حنا الآن نتحدث عن إنجليزية في كل مشاريعنا وجامعاتنا وتعليمنا. هذا تعتبره خطر؟ طبعا هذا هو الخطر، وليس العامية. أنا في مبعث كتابي في ذلك الوقت، هيئة اجتمعت في قطر وطالبوا بوضع أبجدية للغة العامية، أبجدية شوف. وهذا فهموه، وسميت كتابي نظرية الفكر العامي، لأنهم كانوا يريدون أن يضعوا أبجدية للغة العامية. هذا هو الذي بعث. لا ترى أن انتشار مسابقات الشعر الشعبي يمكن أن تخلق هذا الجو دون وجود النظرية؟ هو الآن إحنا دخلنا بالفوضى الخلاقة في كل شيء. إذن اللغة الإنجليزية الآن تدرس في جميع الجامعات في العالم العربي. العالم الوحيد في العالم اللي يدرس بلغة غير لغته هم العالم العربي. استونيا ولتوانيا 6,000-3,000 ملايين شخصي استقلوا عن روسيا قبل 10 سنوات يدرسون بلغتهم. بس المسؤولين عن البطالة، المسؤولين عن البطالة اللي نتحدث عنها قبل شوية دكتور، يقولون أنه جزء من مشكلة البطالة عدم يعني قدرة الباحثين عن فرص عمل عن الحديث بلغة إنجليزية مقبولة. هذه المشكلة أيضا. إذا هل تنقلز على نجيب على مثل السحيمي، هل تنقلز كل العالم العربي علشان يعيش كم؟ أليس هذا من يعني اللغة هوية؟ اللغة ليست عمل، اللغة ليست حتى دين، اللغة ليست ثقافة، اللغة هوية. إذا فقدت هويتك افعل ما تشاء. لماذا إسرائيل تمسك بلغتها اللي تحييها قبل 3,000 سنة؟
لهويتها، هي تتكلم انجليزيه اللي اوشكت على الاندثار. اندثرت هم احيوها. احيوها لانهم يشعرون بهويه، يريدون هويه، فاللغه هويه ليست تواصل. اتواصل معك حتى في الاشاره، اتواصل معك حتى في الايماء، لكن اللغه هويه. اذا شعرت ان ليس لك هويه وانك تستطيع ان تاخذ من هذه الهويه الشيء ومن تلك الشيء ومن الانجليزيه الشيء، هذه ليست امه، ليس لا يعبر عن ذات انسان. الا نستطيع ان نقوي لغتنا العربيه ونهتم بلغه ثانيه؟ انا هذا رايي. انا اشوف ابنائي طلابي الذين يدرسون عندي اجبرهم على ان يذهبوا الى الغرب، واجبرت اكثر من واحد وهم الان زملاء لي في الجامعه ان يذهبوا الى الغرب ولا يدرسوا عندنا. هذا لأني أدرك أهمية اللغة، لكن ما هي على حساب اللغة الأم. ما هو على حساب هويتي. أنا أقول الآن الأخوان للجامعات، لماذا لا نضع كورس قسم، نضع كرسي، لا ما هو كرسي، وش تبي تضع؟ نضع يعني مجال للإنجليزي انتنسف كورس. والله يعني دورات مكثفة، نكثف اللغة العربية ونكثف اللغة الإنجليزية في نفس الخط، فيتعلم أبناؤنا لغتهم ويتعلموا اللغة الإنجليزية، ونجمع بين الخيرين. يعني ممكن الواحد يتعلم لغتين، لكن ما نلغي العربية وندرس إنجليزية، ثم بالتالي عندما يتخرج الطالب يعود إلى مجتمع يتكلم العربية فيحصل عنده انتكاس حتى ذهنيا. يعني الذين أنا درست اللغة الإنجليزية 10 سنين، أنا أرى إن أحسن ما يمكن ما استفدت منه هو دراستي في الغرب. أنا لست ضد الإنجليزية ولست ضد الغرب، وأرى إن الغرب يجب أن نتمثل كل الطرق التي يتبعها، لكن ما نتمثلها على حساب هويتنا. يعني جزء من هوية البرنامج أنه لازم ينتهي في الوقت المحدد. تفضل دكتور مرزوق من تبعك، شكرا لك. شكرا الله يسلمك. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءة، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة. هذا تركي الدخيل، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذرعوا عن بعض